السلام عليكم. السوق يوسف، كاتب عام محلي للشاحنات في سوق الجمله خضر الفواكه في الدار البيضاء. لاحظنا في الفتره الاخيره ديال الدوريات الامن داخل السوق، ولينا كنلمسوا الامن داخل السوق وخارج السوق بالنسبه لنا كشاحنات. من الحريق اللي كان وقع في سوق الجمله لحد الان تحسنت الوضعيه بزاف، لا من ناحيه الامن لا من ناحيه التنظيم. وكنشكروا الناس ديال الامن اللي صارين على الامن ديال السوق، وكنشكروا رئيس المنطقه الامنيه ديال مولاي رشيد والعامل ديال مولاي رشيد. بطبيعه الحال دوك المشاكل اللي كانت وقع باش وقع الحريق، مابقاش الناس اللي كانوا دوك صحاب الصناديق الفارغه اللي كانوا كيطبعوهم وكانوا كيصبغوهم وكيستعملوا العافيه، حيدوهم مابقاوش منعوهم بصفه نهائيه. ودابا ولينا كنلمسوا الامن داخل السوق، الدوريات الامنيه اللي ولينا كنلاحظوها ليل نهار داخل السوق، ولينا كنتحركوا بحريتنا، ما بقيناش داك الاختناق اللي كان في السوق في الكيما في الاول، كان الازدحام وكان الاكتضاض ديال 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 الشاحنات، وكان عدم التنظيم داخل السوق، وكانوا دوك الوسطاء كيحطوا في الشارع كيحبسوا لنا الطريق. دابا لا، تنظم السوق مابقاش كما كان. قال بالله مطمئن وتينات ومرتاحين، لا خطفه لا والو، كاع داكشي اللي كان ما بقاش، داكشي اللي بقى ما بقاش، ما بقات لا شبره لا يديك لا يخليك. الامن كاين، الامن غادي جاي، والله الا بحال بشي قشله والله. بالامن تيكون بالخف تتغوت عليه تيجي، بلا كذوب بلا تحرميه تتغوت عليه تيجي. عاطينا النمره ديالهم فين ما كان شي حاجه تيحضروا. الوقت يحضروا دغيا. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.